السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أنوغرا إله، جئت من مكسر سلاويسي الجنوبية إلى جاكرتا للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية واللغة العربية لما له من سمعة كبيرة في جميع أرجاء إندونيسيا. والحمد لله، بفضل الله تعالى تخرجت من قسم الشريعة سنة 1442 هجرية. لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير. فنقدم كل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى معهدنا المبارك والعاملين فيه على عطائهم الجزيل وجهودهم العظيمة في توفير كافة الراحة لأبنائهم الطلبة وإتاحة البيئة الدراسية الممتعة. فإنكم لم تترددوا في تقديم الخدمات لنا طول هذه الفترة 4 سنوات جميلة. كما نقدم جزيل الشكر والاحترام والحب والإخلاص إلى أساتذتنا الكرام الذين بذلوا كل جهودهم في تعليمنا وسعوا في تحقيق نجاحنا، ولكل من ساهم في استمرار عزيمتنا لنكون ما عليه اليوم. ونثمن عاليا بعظيم الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمهم غير المحدود لتعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية في إندونيسيا. نسأل الله أن يبارك عطاءكم، كما نسأل الله لكم عامة التوفيق والنجاح والصلاح والفلاح. تقبلوا منا كل عبارات الشكر والاحترام، فلكم في كل قلب من قلوبنا أثر لا ينسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.